الطريق الموصوف ليس طريق الخلود، الاسم المسمى ليس اسم الخلود، اللامسمى هو بداية الأرض والسماء، المسمى هو أم 10,000 أشياء، الخالي من الشهوات يبصر الخفي، أسير الرغبة يرى فقط الظاهر، الرغبة ولا رغبة ينبعان من نفس الأصل مع اختلاف أسمائهم، هنا يبدو كظلام في ظلام المدخل لجميع الأسرار. تحت السماء الجميع يرى الجمال لأن القبح موجود، الجميع يعرف الخير كخير لأن الشر موجود، لذلك التملك وعدم التملك ينبثقان من نفس المصدر، السهل والصعب يكملون بعض، الطويل والقصير يكملون بعض، العالي والواطي يرتكزان على بعض، صوت الإنسان وصوت الآلات يزيد من توافقهم، الواجهة الأمامية والخلفية يتبعان بعضهم البعض، الحكيم يعلم دون أن يتكلم، 10,000 شيء يرتفع ويهبط بدون توقف، يخلق بدون تملك، يعمل بدون تقدير من الآخرين، يكمل العمل ثم ينسى ولذلك تستمر إلى الأبد. عدم رفع شأن الموهوب يمنع الاختلافات، عدم الاكتنان يمنع السرقة، عدم رؤية المرغوبات يمنع حيرة القلب، أذن الحكيم تقود بقلوب خالية وبطون مليئة بأطحانا لطموح وتقوية العظام، إذا الرجال نقصهم المعرفة والرغبة فأهل الفطنة لن يحاولوا التدخل، إن لم يحدث فكل شيء سيكون على ما يرام. التاو إناء فارغ يستعمل لكنه لا يمتلئ، مصدر 10,000 شيء، يلطف الحدة، يفك العقدة، ينعم الوهج، يلتحم بالتراب، أيها المخبأ عميقا ولكن دائما موجود، لا أعرف من أين يأتي بآباء الآلهة. السماء والأرض محايدين يرون عشرات الآلاف من الأشياء كقطع شطرنج، الحكيم محايد يرون الناس كقطع شطرنج، الفراغ بين السماء والأرض كالمنفاخ، المظهر يتغير ولكن تكوين يظل ثابتا، كلما زادت تحركاته كلما زاد محصوله، كلما كثر الكلام قل وزنه، تمسك بالعروة الوسطى. روح الوادي لا تموت، الأم الأولى طريقها هو جذور السماء والأرض، هو كخمار يكاد يرى، استعمله فلن يخيب. السماء والأرض خالدين إلى الأبد، لماذا الخلود للسماء والأرض؟ لأنهم لم يولدوا ولذا الخلود، الحكيم يبقى في المؤخرة وهكذا يظل في المقدمة، هو متجرد ولذلك هو جزء من الكل، من خلال التجرد من الرغبة يحظى بالاستيفاء الذاتي. أسمى الخير مثل الماء، الماء يوهب الحياة 10,000 شيء ولا يبخل، يسري في أماكن يرفضها الإنسان فهو إذن مثل التاو، في الحياة كن قريبا من الأرض، في التأمل يذهب عميقا للقلب، في التعامل مع الآخرين كن لطيفا طيبا، في الخطاب كن صادقا، في الحكم كن عادلا، في حياتك كن قادرا، في سلوكك تيقن الوقت والفصول، لا اقتتال ولا لوم. أفضل التوقف قبل أن تملأه للحافة،
إذا زودت حدة الشفرة فسنها سيؤلم. اجمع كم من الذهب والأحجار الكريمة وتبين استحالة حمايتها. احظى بالثروة والألقاب فستتبعها الكوارث. تقاعد عندما يتم العمل، هذا هو الطريق إلى السماء الجنة. حمل الجسد والروح واحتضان الواحد، هل يمكن تحاشي الانفصال؟ الانتباه التام وتصبح لينا؟ هل يمكن أن تصبح كمولود جديد؟ غسيل وتنقية الرؤية الأولية، هل يمكن أن تكون بدون وصمات؟ محبا لجميع الرجال وتحكم الأمة، هل يمكن أن تكون بدون مهارة؟ تفتح وتغلق أبواب السماء؟ هل يمكن أن تقوم بدور المرأة فاهما وقابلا لكل شيء؟ هل يمكنك أن تفعل لا شيء، تلد وتفنى، تعمل ولا تملك ما تحمله، تعمل بدون عناء، تقود بدون سيطرة؟ هذه الفضيلة الأولى. ثلاثين نقبا يشاركون في محور العجلة. محور العجلة يجعلها نافعة، شكل الصلصال كالدورق، إن الفضاء داخله سر نفعها، شكل أبواب ونوافذ، الفضاء الداخلي هو ما يجعلها مفيدة، وهكذا النفع يأتي من ما هو موجود، الفائدة تأتي من ما هو غير موجود. الألوان الخمسة تعمي العين، الأنغام الخمسة تصم الأذان، الخمس نكهات تبلد المذاق، التسابق والصيد تصيب العقل بجنون، الأشياء الثمينة تفقدنا طريق الصواب، لهذا الحكيم يرشد بإحساسه وليس بما يرى، يتخطى هذا ويتمسك بذاك. تقبل الإهانة برضاك، تقبل سوء الحظ كوضع إنسان طبيعي. ماذا تعني بقبولك للإهانة برضاك؟ تقبل كونك غير هام، لا تنشغل بالمكسب أو الخسارة، هذا يعني قبول الإهانة برضاك. ماذا تعني بقبول سوء الحظ كوضع إنسان طبيعي؟ سوء الحظ يأتي من وجود الجسد، بدون الجسد كيف يأتي سوء الحظ؟ استسلم بتواضع حتى تعود بالثقة في قدراتك على العناية بكل شيء. إذا أحببت الدنيا كما تحب نفسك فأنت قادر على العناية بكل شيء. انظر لما يستحيل رؤيته هو عديم الهيئة، انصت لما لا يسمع هو بدون صوت، اقبض على ما لا يمكن قبضه غير الملموس. هؤلاء الثلاثة لا يمكن إدراكهم، لهذا هم مندمجين كشيء واحد، من أعلى لا بريق، من أسفلهم ليسوا مظلمين، خيط متواصل ليس بالإمكان وصفه، يعود إلى العدمية، شكل الذين لا شكل له، صورة الذي لا صورة له، ليسمى عديم الملامح ولا يمكن تخيله. توقف أمامه فلن تجد بداية، اتباعه ولن تجد نهاية، ابقي على التاو القديم، تحرك مع الحاضر، معرفة البداية قديمة يا جوهر التاو. الحكماء القدماء كانوا يروا بدقة، بغموض وعمق وتجاوب، عمقهم في المعرفة لا يقاس، ولأنه لا يقاس فكل ما نستطيعه أن نصف مظهرهم. يقظني كرجل يعبر تيار مياه في الشتاء، متيقظين كرجال منتبهين لخطر، ليس كزائر للبيت، مستسلما
كثلج على وشك الذوبان، بسيطا كأخشاب لا تنحت، أجوف مثل الكهف، سقيم كماء عكر في بحيرة. من يقدر على الانتظار حتى تروق المياه؟ من يقدر على السكون حتى لحظة العمل؟ مماثل التاو لا يسعى لرضاء النفس، لا يسعى لتحقيق أغراضهم، وبالتالي لا يتأثرون برغبتهم. افرغ نفسك من كل شيء، دع عقلك للسكون. العشرة آلاف شيء يرتفعوا ويهبطوا، والنفس تراقب عودتهم. ينمو ويزدهروا ثم يعودون إلى أساسهم. العودة إلى الأساس هو السكون، وهي طبيعة الحياة. أسلوب الطبيعة لا يتغير. معرفة الاستمرار هي الفهم بعمق. عدم معرفة الاستمرار يؤدي إلى كوارث. معرفة الاستمرار يوسع العقل. مع تفتح العقل يأتي تفتح القلب. تفتح القلب يسمو بصاحبه لمستوى الملوك. كونك ملوكي يوصلك إلى المقدس. كونك مقدسا يوحدك مع التاو. التوحد مع التاو أبدي، ولو أن الجسد زائل فالتاو لا يزول. الأعلى بالكاد معروف، ثم يأتي بهذا المعروف والمحبوب من الناس، ثم يأتي المخيف، ثم ذلك المحتقر. فهذا الذي لا يثق لا يوثق فيه. فإذا حدثت الأفعال بدون كلام فالقوم يقولون نحن فعلنا. عندما ينسى التاو يظهر الطيبة والأخلاق، يطفو على السطح. عندما يولد الذكاء والحكمة يولد النفاق. عندما يتقدم السلام في الأسرة، الإخلاص في احترام الكبار والأجداد يبدأ. وعندما تعم الفوضى في البلاد يظهر الوزراء المخلصين. تخلى عن الحياة القدسية، ارتد عن الحكمة، ستكون أفضل 100 مرة للجميع. ضاع الطيبة، ارتد عن الأخلاق، ودع الرجال يكتشفون أساس محبة الآباء والأجداد. ضاع الابتكار، تخلى عن الربح، وحينئذ يختفي المجرمين واللصوص. هذه الثلاثية ما هي إلا مظهر خارجي غير كافين في حد ذاتهم. إنه أكثر أهمية لرؤية البساطة، ليكتشف طبيعته الحقيقية، ليتخلص من أنانيته ويهدئ من حدة الرغبة. دع التعليم وأوضع نهاية لمشاكلك. هل هناك فرق بين نعم ولا؟ هل هناك فرق بين الخير والشر؟ هل يجب أن نخاف مما يخافه الآخرين؟ يا لها من سخافة. شعب آخر قد يستمتع بالاحتفال بأكل الضحية. في الصيف البعض يذهب إلى الشاطئ ويستحم في البحر، ولكن بفردي أنجرف أن أعلم مكاني. الآخرين لديهم أكثر من احتياجهم. أنا ليس لدي أي شيء، أنا مغفل، نعم أنا متحير، الآخرين وضحون وأذكياء، أنا وحدي معمي وضعيف، الآخرين أذكياء ومهورين، أنا وحدي غبي وعبيط، أنا وحدي، أنجرف كموج البحر بدون اتجاه كالريح اللا مستقر. كل فرد من الآخرين مشغول، أنا وحدي بدون اتجاه منقبض، أنا مختلف، أنا أتغذى من الأم الكبيرة. الفضيلة الكبرى هي اتباع التاو، والتاو فقط. التاو مراوغ وغامض. حقيقة التاو مراوغ وغامض، ومع ذلك هو موجود كصورة. حقيقة
هو مراوغ وغامض ومع ذلك في حدود تكوينه، إنه خافت ومظلم ولكن في إطار جوهره. هذا الجوهر حقيقة وفي محتواه يوجد الإيمان، من البداية إلى الآن اسمه لم ينسى. وهكذا أرى الخلق، وكيف أعلم أساليب الخلق؟ استسلم وتخطي، انحني وكن معتدلا، كن فارغا وكن مملوءا، كن منهكا من التعب وكن متجددا، املك القليل واكسب الكثير، املك الكثير وكن متغيرا. ولذلك فالحكيم يقنع الواحد ويكون نموذجا للجميع، وبدون استعراض يسطع طريقها، وبدون تبرير وجودهم فهم مميزين، وبدون تمجيدهم يحظوا بالتقدير، وبدون الادعاء لن يتلعثموا، لا يتعاركون، لذلك لا أحد يتعارك معهم. ولذا يقول القدماء استسلم وتخطي. هل هذا قول أجوف؟ كن متكاملا وكل الأشياء ستأتي إليك. قلة الكلام من الطبيعة. الريح الآتية لا تستمر طول اليوم. المطر الغزير لا يستمر طول اليوم. لماذا السماء والأرض؟ إذا السماء والأرض لم يقدروا على الخلود، كيف يقدر الإنسان على هذا؟ من يتبع التاو يصبح واحدا من التاو. الصالح يمارس الصلاح. الذي يضل الطريق هو ضائع. وعندما تتواجد مع التاو يرحب بك. عندما تتحد مع فضيلة فهي دائما معك. عندما تتحد مع الضياع فستمارسه شخصيا. الغير قادر على الثقة لا يكون محل ثقة. من وقف على أطراف صوابعه فقد الاتزان. من يخطو خطوات واسعة لن يقدر على الحفاظ على سرعته. من يلعب دور ليس متنورا، هذا الذي على حق دائما غير جدير بالاحترام. هذا الذي يدعي لا يحقق شيء. هذا الذي يدعي لن يصمد. طبعا للتابعين للتاو هذا طعام زائد وحمل ثقيل ولن يجلب السعادة. ولذلك تحاشى التباع هذا السلوك. شيء غامض تكون، ولد قبل السماء والأرض في الصمت والفراغ، واقفا وحيدا بدون تغيير، موجودا دائما وفي حركة مستمرة. يجوز أم 10,000 شيء أنا لا أعلم اسمه، لنسميه التاو، وسنقول أنه عظيما، ولأنه عظيما فهو يفيض. إنه يفيض بعيدا، فبعد ما يجد يعود. ولذا التاو عظيم. السماء عظيمة، الأرض عظيمة، الملك أيضا عظيمة. هؤلاء الأربعة هم مصادر قوة الكون. الملك هو أحدهم. الرجل يتبع الأرض، الأرض تتبع السماء، والسماء تتبع التاو، والتاو يتبع ما هو طبيعي. الثقيل هو أصل الخفيف، الثابت هو سيد المضطرب. ولذا الحكيم الذي يسافر طول اليوم لا تغيب عنه حمولته. ولذا بالرغم من وجود أشياء جميلة يظل مركبة منفصلة وهادئ. ولذا أتسأل لماذا ملك 10,000 يتصرف ببساطة في العلن؟ عدم الاستقرار يسبب فقدان الجذور. أن تكون مضطربا يفقدك السيطرة على نفسك. السائر الجيد لا يترك أثر. المتكلم الجيد لا يتلعثم. ذو الفراسة لا يحتاج لسجل. الباب الجيد
لا يحتاج إلى قفل، ورغم ذلك لا يمكن لأحد فتحه. التلاحم الجيد لا يحتاج لعقد، ومع ذلك لا يمكن فكه. لهذا الحكيم يعتني بكل الرجال ولا يتخلى عن أحد، يعتني بكل شيء ولا يتخلى عن شيء، وهذا ما يسمى اتباع النور. من هو الرجل النبيل؟ هو معلم الرجل غير الصالح. من هو الرجل غير الصالح؟ هو عبء على الرجل الصالح. إذا لم يحترم المعلم والتلميذ لا يرعى، سيعم الاضطراب مهما كانت مهارة الفرد. هذا صلب غموض. تعرف على قوة الرجل وتذكر رعاية الأنثى. كنت يا رب الكون دائما صادقا راسخا، عد إلى طفولتك مرة أخرى، اعرف الأبيض ولا تنسى الأسود. كن مثالا للعالم دائما صادقا راسخا، عد إلى طفولتك، اعلم الشرف واحفظ التواضع. كن الوادي للكون دائما صادقا واسع الحيلة، عد إلى جوهرك الذي لم يلمس. عندما ينقش جوهرك يصبح ذو منفعة، عندما يستعملها الحكيم يصبح حاكما، وهكذا قليلا ما يقص الخياط. هل تستطيع السيطرة على الكون وتحسنه؟ لا أعتقد أن هذا ممكن. الكون مقدس، أنت لا تقدر على تحسينه. إذا حاولت تغييره ستفسده، إذا حاولت التمكن منه ستفقده. ولذا أحيانا الأمور تسبقنا وأحيانا تتخلف عننا، أحيانا التنفس صعب وأحيانا أخرى سهل، أحيانا هناك قوة وأحيانا هناك ضعف، أحيانا يكون الإنسان عاليا وأحيانا أخرى يكون في القاع. ولهذا الحكيم يتحاشى التطرف، المبالغات والرضا عن الذات. عندما تنصح حاكم بأسلوب التاو، انصحه بعدم استعمال القوة لقهر الكون، لأن هذا سيخلق المقاومة. أشواك الشجيرات تنمو أينما القوات الحربية تمر. السنوات العجاف تعقب موجة حرب كبرى. فقط اعمل المطلوب عمله، لا تستغل كونك في مركز القوة. حقق نتائج بدون كبرياء، حقق نتائج بدون تباهي، حقق نتائج بدون تكبر، حقق نتائج لأن هذا هو السبيل الطبيعي، حقق نتائج بدون استعمال العنف. القوة يتبعها نقد القوة. هذا ليس السبيل التاو، هذا الذي يعمل ضد التاو نهايته مبكرة. الأسلحة الجيدة أدوات خوف، كل المخلوقات تكرهه، ولذا أتباع التاو لا يستعملوهم. الرجل الحكيم يفضل نعومة يد اليسرى، الرجل المقاتل يفضل قوة اليد اليمنى. الأسلحة أدوات خوف، ولذا فليست أدوات الرجل الحكيم، يستعملهم فقط عند انعدام الاختيار. الهدوء والسلام عزيزان على قلبه. الانتصار ليس سببا للاحتفال، وإذا احتفلت بالانتصار فأنت تستمتع بالقتل. إذا استمتعت بالقتل فلن ترقى بنفسك. في المناسبات السعيدة الأولوية تعطى لليسار، في المناسبات الحزينة لليمنى. في الجيش يقف الجنرال على اليسار وعلى اليمين قائد العمليات. هذا يعني أن الحرب تدار كجنازة، حينما يقتل الكثير من الناس فعزاؤهم يكون له مرارة القلب، ولهذا يجب أن نرى الانتصار كجنازة. التاو سيظل مبهما إلى الأبد، صغير في تكوينه الأولي، لذا لا يمكن السيطرة عليه. إذا قدر الملوك واللوردات على السيطرة عليه،
10,000 شيء بالطبيعة سيخضعوا. السماء والأرض سيتقابلان ومطر رقيق سينزل، فالإنسان لن يحتاج إلى توجيه وكل سيمضي في طريقه. حتى التقسيم المتكامل فالأجزاء تتطلب أسماء. هناك ما يكفي من الأسماء. الفرد يجب أن يتعلم متى يتوقف. معرفة متى يتوقف تجنبه المشاكل. التاه في الدنيا كالنهر يتدفق تجاه بيته في البحر. معرفة الآخرين حكمة. معرفة النفس هي الاستنارة. السيطرة على الآخرين تتطلب جبروت، السيطرة على النفس تتطلب قوة. من يعلم أن لديه ما يكفيه فهو غني. المداءبة هي علامة الإرادة القوية. الذي يبقى في مكانه يتحمل. لو مت بدون فناء ستكون حاضرا إلى الأبد. عظمة التاو تفيض في كل اتجاه، إلى اليسار وإلى اليمين، والعشرة آلاف تعتمد في بقائها عليه ولا يحرمها من شيء. التاو يحقق غرضه في صمت وبدون مقابل، ويسري العشرة آلاف شيء بدون السيادة عليهم. ليس له هدف فإنه صغير. العشرة آلاف شيء يعودون إليه وليس له سيادة عليهم. إنه العظيم ولا يظهر عظمته، ولذلك فهو حقا عظيم. كل الناس يأتون إلى من يتبع واحد، حيث يمكن الهدوء والسعادة والسلام. بعض المرة يتوقفون للاستمتاع بالموسيقى والأكل الطيب، بل ليس من أجل معرفة التاو والتي تبدو بدون مذاق. ليس له شكل أو صوت، ومع ذلك فهو لا يندب. هذا الذي ينكمش يجب أولا أن يتمدد. هذا الذي يفشل يجب أولا أن يكون قويا. هذا الذي يلقى يجب أن يرفع أولا. قبل الأخذ يكون العطاء. هذه ملاحظة عامة عن طبيعة الأشياء. الناعم الضعيف يتغلب على القوي الشديد. الأسماك لا تترك المياه العميقة. أسلحة البلد لا يصح عرضها. التاو يلتزم بعدم التصرف، ومع ذلك لا شيء يترك غير كامل. إذا الملوك واللوردات لاحظوا هذا، فالعشرة آلاف شيء ستتطور طبيعيا. إذا ما زال لديهم الرغبة في التصرف سيعودون إلى البساطة الشكلية. بدون شكل لا توجد رغبة، بدون رغبة هناك الهدوء. بهذا يسود السلام. الرجل الخير لا يعرف ذلك عن نفسه، ولذلك فهو خير. الرجل الأحمق الذي يحاول أن يكون خيرا فهو ليس بخير. في الواقع الرجل الخير لا يفعل شيء، ومع ذلك لا يترك شيء بدون إتمامه. الرجل الأحمق داوب في العمل ولا ينجز شيء. عندما يفعل الرجل الطيب شيء لا يترك شيئا بدون إكماله. عندما يفعل الرجل العادل شيء يترك أشياء كثيرة غير كاملة. حينما يحاول انضباطي إنجاز شيء ولا أحد يستجيب، يستمر عن المكانة لفرض ما يريد. ولذلك إذا ضاع التاو يأتي الخير. إذا فقدت الجودة فهناك الطيبة. إذا فقدت الطيبة يظهر العدل. إذا فقدت العدل ظهرت الطقوس. الطقوس هي قشرة للإيمان والإخلاص، هي بداية الضياع. معرفة المستقبل، ما هي المصيدة مغطاة بالزهور للتاو وبداية الحماقة.
لذلك الرجل العظيم اهتم بحقيقة الشيء وليس مظهره، ليهتم بالثمرة وليس بالزهرة، ولذلك تقبل الأول واترك الآخر. هذه الأشياء من زمن قديم تنبع من مصدر واحد، السماء متكاملة وصافية، الأرض متكاملة ومتماسكة، الروح متكاملة وقوية، الوادي متكامل وكامل، العشرة آلاف شيء متكاملين وأحياء، الملوك واللردات متكاملين والبلدان مستقيمة. كل هذا يمثل فضيلة التكامل. شفافية السماء تمنعها من السقوط، صلابة الأرض تمنعها من التصدع، قوة الروح تمنعها من الفناء، كمال الوادي يمنع جفافه، نمو العشرة آلاف شيء تمنعهم من الفناء، قيادة الملوك واللردات تمنع سقوط الدولة. ولذا التواضع هو الأساس النبل، الواطي هو أساس العالي. الأمراء واللردات يعتبرون أنفسهم يتامى ومطلقات عديم النفع، ألا يعتمدون على التواضع؟ كثير من النجاح لا يعد ميزة، لا يبهر البصر كالمجوهرات، لا تحدث ضوضاء كصوت الأجراس. العودة هي حركة التاو، الاستسلام هو أسلوب التاو، العشرة آلاف شيء مولودة من الوجود، الوجود مولود من عدم الوجود. التلميذ العاقل يسمع عن التاو ويمارسه بهمة، التلميذ المتوسط يسمع عن التاو ويمارسه كل حين وآخر، التلميذ المغفل يسمع عن التاو ويسخر منه. إذا لم يكن هناك سخرية فالتاو ليس على ما هو عليه، ولذا يقال الطريق المضيء يبدو مظلما، التحرك للأمام يبدو كأنه انسحاب، الطريق السهل يبدو صعب، الفضيلة العليا تبدو جوفاء، الطهارة تبدو ملطخة بالقذارة، الثربة من الفضيلة تبدو غير كافية، قوة الفضيلة تبدو كأنها ضعف، الفضيلة المحقة لا تبدو كفضيلة، المربع الكامل خالي من الزوايا، المواهب العظيمة تنضج متأخرة، النوتة الموسيقية العالية قد تصيب سامعها، التكوين العظيم خالي الشكل، التاو مختبئ وبدون اسم، التاو وحده يغذي ويحقق الكمال. التاو يلد واحد، واحد يلد اثنين، اثنين يلد ثلاثة، وثلاثة يلدوا العشرة آلاف شيء. العشرة آلاف شيء تحمل ضمنها اليانج وتحتوي اليانج، يحقق الانسجام بإدماج هذه القوى. الرجال يكرهون التيتم والترمل وأن يصبحوا بلا قيمة، ولكن هكذا الملوك واللردات يصنعون أنفسهم، فالفرد يكسب بخسارته ويخسر بالمكسب. ما يدرسه الآخرون أدرسه أيضا، الرجل العدواني سيشدني بطريقة عدوانية، هذه خلاصة تعليمي. أطرى ما في الوجود يتغلب على أصلب ما في الوجود، وهذا الذي بدون كيان مادي يقدر على الدخول حيث لا يوجد أي فراغ. ولذا اعلم قيمة العدم، التعليم بدون كلام والاشتغال بعدم الشغل، قليل قد يفهم هذا. الشهرة أو النفس أيهما أهم؟ النفس أو الثروة أيهما أقيم؟
المكسب أو الخسارة أيهما يؤلم أكثر؟ هذا الذي علق حياته بأشياء سيتألم أكثر، هذا الذي يدخر سيعاني خسائر كبيرة، الشخص الراضي لن يواجه خيبة أمل، هذا الذي يعرف متى يتوقف لن يجد نفسه في مأزق. الإنجازات الكبرى تبدو غير متكاملة، ومع ذلك لن تتعدى فوائدها. الامتلاء الكبير يبدو فارغاً، ومع ذلك لا يمكن استهلاكه بالكامل. الطريق المستقيم يبدو ملتوياً، الذكاء الخارق يبدو كالغباء، الفصاحة المالية تبدو غريبة، الحركة تتغلب على البرد، السكون يتغلب على الحرارة، السكون والهدوء يخلق تنظيم الكون. بوجود التاو في الدنيا، الخيول تحمل السباق. عندما يختفي التاو من الوجود، فخيول القتال تربى خارج المدينة. ليس هناك خطية أكبر من الشهوة، ليس هناك لعنة أكبر من عدم الرضا، ليس هناك سوء حظ أكثر من الرغبة في شيء من أجل النفس. ولذا هذا الذي يعرف أن ما يكفي يكفي دائما سيكون لديه ما يكفي. بدون الخروج للخارج يجوز أن تعرف الدنيا بأكملها. بدون النظر من الشباك يجوز أن ترى أساليب الدنيا بأكملها. كلما بعدت أكثر كلما قلت معرفتك. ولذا الحكيم يعلم بدون السفر، الحكيم يرى بدون النظر، الحكيم ينجز بدون عمل. في السعي من أجل المعرفة كل يوم نكتسب شيء، في السعي من أجل التاو كل يوم نسقط شيء، قليل وأقل من ذلك يحقق حتى تصل إلى عدم السعي. عندما لا ينجز شيء، لا شيء يترك بدون إنجاز. الدنيا محكومة بفكرة كل شيء يأخذ طريقه، الدنيا لا تحكم بالتدخل. الحكيم لا يقرر بفكرة، وهو عالم باحتياجات الآخرين. أنا طيب مع الطيبين، أنا أيضا طيب مع غير الطيبين، لأن الفضيلة هي العمل الحسن. أنا لدي ثقة بالناس ذو الثقة، أنا أيضا لدي ثقة بالناس عديمي الثقة، لأن الفضيلة هي الثقة. والحكيم خجول ومتواضع، للدنيا يبدو مرتبكا، الأخيرين ينتظرونه ويسمعونه وهو يتصرف كطفل. بين الولادة والوفاة 3 من كل 10 أسكرتهم الحياة. بين الولادة والوفاة 3 من 10 أسكرهم الموت. وهؤلاء الرجال الذين يعيشوا فقط من الولادة إلى الوفاة أيضا 3 من كل 10. لماذا؟ لأنهم يعيشوا حياتهم من أجل العظمة. هذا الذي يعرف كيف يعيش يمكنه عبور أي أرض بدون خوف، لن يخرج من معركة، لأن الخرطيت لن يجد مكانا يهاجمه بقرونه، الرمور لن يجدوا مكانا لاستخدام مخالبهم، والأسلحة لن تجد مكانا لجرحه، ولذا لأنها لن تترك مدخلا للموت. كل الأشياء تنبثق من التاو. الفضيلة غذاؤهم، يتكونوا من مادة، يتشكلوا بالبينة. ولذا فالعشرة آلاف شيء يحترموا التاو ويتشرفوا بالفضيلة. احترام التاو والتشرف بالفضيلة ليسوا من المتطلبات، ولكنهم في طبيعة الأشياء. ولذا
كل شيء يأتي من التاو. الفضيلة هي غذاءهم، تنمو، يعتنى بهما وتحمي وتحس بالراحة وتنمو وتحمي. الخلق بدون الإبداع، الإنجاز بدون التباهي، التوجيه بدون التدخل، هذه هي أساس الفضيلة. بداية العالم هي أم كل شيء. معرفة الأم تقودنا إلى معرفة الإبن. معرفة الإبن مع بقاء الصلة بالأم يجلب حرية عدم خوف الموت. اقفل فمك وراقب حواسك واحيا حياة كاملة دائما. افتح فمك، كن مشغول دائما، وحياتك ستكون خالية من الأمل. رؤية الصغير ملهمة، الاستسلام للقوة عزيمة. استعمل الضوء الخارجي يعيد النور الداخلي، وبهذا الأسلوب ستنقذ من الأضرار. هذا معرفة الاستمرار في المعرفة. إذا كان لدي القليل من الفهم، سأمشي في الطريق الرئيسي، وخوفي الوحيد سيكون من الانحراف عنه. الاستمرار في الطريق الرئيسي سهل، لكن الناس يفضلوا انحراف الطريق. عندما تطغى العظمة على مجلس الملك، تمتلئ الحقول بالأعشاب وتقل الحبوب بصومعة الغلال. البعض يلبس ملابس رائعة حاملا سيوفا مسنونة، ويفرقوا أنفسهم في الطعام والمشروبات. عندهم ممتلكات أكثر من احتياجهم. هؤلاء هم رجال الأعمال الفاسدين. هذا ليس طريق التاو. ما له أساس قوي لا يمكن التخلص منه. ما يمسك بشدة لا يمكنه الفلتان. سيحترم من جيل إلى جيل. ازرع الفضيلة في نفسك، وبذلك تصبح حقيقة. انشرها في الأسرة، وبذلك تفيض. انشرها في القرية حيث تنمو. انشرها في الأمة حيث توفر. انشرها في الدنيا، وذلك ينشرها في كل مكان. ولذا إذا انظر إلى جسم كجسم، ولذا انظر إلى العائلة كعائلة، ولذا انظر إلى القرية كقرية، ولذا انظر إلى الأمة كأمة، ولذا انظر إلى العالم كعالم. كيف أعلم أن الدنيا هكذا فقط بالنظر؟ هذا المليء بالفضيلة مثل الطفل المولود. الدبابير والثعابين لن يدعو. الحيوانات المفترسة لن تقفز عليه. لن تهاجمه الطيور الفتاكة. عظمه طري، عضلاته طرية، لكن قبضته قوية. هو لا يعرف وحدة الرجل والمرأة، ومع ذلك فهو كامل. رجولته قوية، وهي يصرخ طول اليوم بدون التخلي عن أدميته. هذا هو التناسق، ومعرفة التناسق هو التتوق للمعرفة. التعجل ليس من الحكمة. السيطرة على النفس تسبب التوتر. إذا استعملنا مجهود كبير فهذا يسبب الإجهاد. هذا ليس أسلوب التاو. ما يضاد التاو لن يستمر مدة طويلة. هؤلاء الذين يعرفوا لا يتكلموا. هؤلاء الذين يتكلموا لا يعملوا. اقفل فمك، راقب حواسك، هدئ من حدتك، بسط مشاكلك، غطي ذكائك، ساوي نفسك بتراب الأرض. هذا هو الاتحاد الأولي. هذا الذي يحقق هذه الدرجة لا يشغله صديق أو عدو، بالجيد والسيء، بالشرف وعدمه. هذه أعلى درجات الإنسانية.
أحكم أي دولة بالعدل. ابدأ الحرب بمبدأ المفاجأة. كن سيد الكون بدون السعي الشديد. كيف أعرف حقيقة هذا؟ بسبب علامة الاستفهام. كلما كسرت القوانين والمحرمات، كلما كسر الفقر بين الناس. كلما سنت الأسلحة، كلما كسرت المشاكل في الأرض. كلما كان الرجال مهرة وأذكياء، كلما حدثت أشياء غريبة. وكلما كسرت القواعد والواجبات، كلما كسر اللصوص. ولذلك الحكيم يقول: أنا لا أفعل أي شيء والناس يصلحوا. أنا أتمتع بالسلام والناس يصبحوا أمناء. أنا أعمل لا شيء والناس يصبحوا أغنياء. أنا بدون رغبات والناس يعودوا للحياة الجيدة البسيطة. عندما تحكم الأمة بيد رقيقة يصبح الناس بسطاء. عندما تحكم الأمة بيد قاسية فالناس يملأهم المكر. السعادة تجد جذورها في البؤس. البؤس يتربص تحت السعادة. من يعلم ما سيأتي في المستقبل؟ لا أمانة. الأمانة تصبح عدم أمانة. الصلاح يصبح سحرا. الرجل المفتون بالسحر يستغرق مدة طويلة. ولذا فالقديس حاد لكنه لا يقطع، موجه لكنه لا يخترق، يتحرك للأمام ولكنه غير مقيد بالإغلال، لامع لكنه لا يمنعنا من النظر. في رعاية الآخرين وخدمة السماء لا يوجد هناك شيء مثل ضبط النفس. ضبط النفس يبدأ بالتخلي عن أفكارنا الخاصة. هذا يتوقف على الفضيلة التي جمعت في الماضي. إذا كان هناك فائض من الفضيلة فلا شيء مستحيل. إذا كان لا شيء مستحيل فليس هناك حدود. الرجل الذي لا يعرف الحدود فهو مؤهل يصبح حاكم. مبدأ الأمة في الحكم يستمر بجودة لمدة طويلة. هذا ما يقال عنه: له جذور وأساس مستقر. التاو للحياة الطويلة والرؤية الأبدية. حكم دولة مثل طبخ سمكة صغيرة. واجه الدنيا بالتاو والشر سيفقد قدرته. ليس لعدم قوة الشر، ولكن لأن قوته لن تستعمل في الإضرار بالآخرين. لكن الحكيم نفسه سيحمى، لأن الشر والحكيم لا يؤذي بعضهم البعض، والفضيلة في كلاهما تغشهم. الدولة العظيمة كالأرض المنخفضة هي مكان تقابل الدنيا، أم الدنيا. الأنثى تتغلب على الذكر بالسكون، بالقرب من الأرض، بهدوء. ولذا إذا سمحت دولة كبيرة لدولة صغيرة أن تسير في طريقها فممكن أن تهزمها. ولذا فالانتصار يتوقف على إعطاء الفرصة، وهؤلاء المنتصرين حققوا هذا بإعطاء الفرصة للآخرين. الدولة العظيمة تحتاج ناس أكثر. الدولة الصغيرة تحتاج لأن تخدم. كل يحصل على ما يريد. إنه من المناسب لدولة كبيرة أن تترك الفرصة للآخرين. التاو هو مصدر 10,000 شيء. هو كنز الرجل النبيل وملجأ الرجل الخسيس. الكلام الحلو يمكنه شراء الشرف. الأعمال الطيبة يمكنها اكتساب الاحترام. إذا كان هناك رجل سيء لا تتركه. ولذا عندما يأتي يوم تتويج الإمبراطور لا ترسل هدايا، بل ابقى هادئا وقدم التاو. لماذا الجميع يحبون التاو بشدة في البداية؟ هل ذلك لأنك تجد ما تبحث عنه وترحم عندما ترتكب خطيئة؟
ولذا التاو هو أعظم هبة في الدنيا. مارس عدم العمل، اعمل بدون فعل، تذوق ما لا طعم له، كبر صغير، أزد القلة، كافئ المرارة بالرعاية، انظر بساطة في المعقد، حقق السمو في الأشياء البسيطة. في الدنيا الأشياء الصعبة تعمل كأنها سهلة، في الدنيا الأعمال العظيمة تتكون من أعمال صغيرة، قديس لن يحاول شيء كبير، وهكذا يحقق العظمة. الوعود المسهلة تقلل الثقة، الاستخفاف بالأشياء يؤدي إلى صعوبات، لأن الرجل الحكيم يواجه صعوبات دائما، لذا فهو لا يعاني منها. السلام يحفظ بسهولة، المشاكل تحل بسهولة قبل بدايتها، الهش ينكسر بسهولة، الصغير من السهل يتأثر. تعامل مع الشيء قبل بدايته، رتب كل شيء بنظام قبل حلول الفوضى. الشجرة الهائلة كرجل هائل تأتي من حبة صغيرة. المقعد في مدرج 9 أدوار يبدأ بكومة صغيرة من الأرض. رحلة من 1000 كيلومتر تبدأ بخطوة صغيرة. هذا الذي يعمل اجعل من الاستحالة تحقيق أغراضه. هذا الذي يحاول خطف شيء سيخسره. الرجل الحكيم لا يندفع ولذا لا ينهزم، وهو لا يحاول خطف شيء ولذلك لا يخسر. الناس عادة يفشلون وهم على وشك النجاح. اهتم بالنهاية مثل اهتمامك بالبداية، ولذلك لن يكون هناك فشل. ولذلك فالرجل الحكيم يبحث عن التحرر من الرغبة، فهو يجمع أشياء ثمينة. الرجل الحكيم يتعلم عدم التعلق بالفكرة، فهو يعود بالرجال إلى ما فقدوه، فهو يساعد 10,000 شيء يجدوا طبيعتهم وبدون تصرف. في البداية هؤلاء الذين عرفوا التاو لم يحاولون تنوير الآخرين ولكن أخفوه. لماذا تجد صعوبة في الحكم؟ لأن الناس على درجة عالية من المهارة. الحكام الذين يحاولون المهارة يخدعوا البلاد. هؤلاء الذين يحكمون بدون مهارة هم بركة للأرض. هذين الشيئين هما البديلين الموجودين. فهم هذه الحقيقة هو فضيلة أساسية. الفضيلة الأساسية عميقة وبعيدة، تقود كل شيء في طريق العودة للوحدانية. لماذا البحر ملك لمائة مجرى مياه؟ لأنه يوجد تحتهم، ولذلك يصبح ملك لمائة مجرى مياه. إذا كان الحكيم يرشد الناس فعليه أن يكون متواضعا، إذا قادهم يجب أن يجعلهم أمامه. بهذا فالشعب لا يشعر بأنه مرغم على أخذ اتجاه. إذا تقدمهم لن يشعروا بضرر، فالدنيا بأكملها ستسانده ولن يملوا منها. ولأنه لا يتنافس فهو لا يقابل منافسة. كل شخص تحت هذه السماء يرى عظمة التاو الذي لا يمكن مقارنته. ولأن التاو عظيم فهو يبدو مختلفا. إذا لم يكن مختلفا اختفى من زمن بعيد. أنا لدي 3 كنوز. الأول هو الرحمة، الثاني هو عدم التبذير، الثالث هو عدم التجرؤ على التعالي على الآخرين. من الرحمة تأتي الشجاعة، من عدم التبذير يأتي الكرم، ومن التواضع تأتي القيادة. في أيامنا هذه الرجال يفروا من الرحمة ومع ذلك يحاولوا أن يكونوا شجعان.
يتركوا عدم التبذير ويحاولوا أن يكونوا كرماء، لا يؤمنوا بالتواضع ويتسابقوا على الصدارة. هذا هو الموت بالتأكيد. الرحمة تأتي بالانتصار في المعركة وقوة في الدفاع. الرحمة هي وسيلة السماء للحماية والحفاظ. الجندي المثالي لا يعرف العنف. المقاتل الممتاز لا يغضب. المنتصر المثالي ليس منتقما. الرئيس الممتاز متواضع. هذا ما يسمى بفضيلة عدم الاندفاع. هذا ما يعرف بالقدرة على التعامل مع الناس. هذا ما يسمى من زمن بعيد بتلاحم السماوات. هناك قول بين الجنود: أنا لا أجرؤ على أخذ الخطوة الأولى، بل أفضل أن أكون ضيفا. أنا لا أجرؤ على التقدم بوصة واحدة، ولكن أفضل الانسحاب قدما. هذا ما يسمى السير بدون حركة. تشمر كم القميص بدون تعلية ذراعك. أسر العدو بدون مهاجمته. مسلح بدون أسلحة. لا توجد كارثة أكثر من الاستهتار بالعدو. بالاستهتار بالعدو أكاد أفقد ما أقدر. ولذا عندما تدور المعركة فالمتقمص ينتصر. كلماتي سهلة الفهم وسهلة التنفيذ، ومع ذلك فلا يوجد إنسان تحت هذه السماء يعرفهم وينفذهم. كلماتي لها بداية قديمة، تصرفاتي منضبطة. لأن الرجال لا يفهموا فليس لديهم معرفة بي. من يعرفوني قليلين، من يسيء لي يكرموا. ولهذا فالرجل الحكيم يرتدي ملابس عادية ويحتفظ بالمجوهرات في قلبه. معرفة الجهل قوة، تجاهل المعرفة مرض. إذا كان شخص اكتفى من المرض فهو ليس مريض. الحكيم ليس مريض لأنه اكتفى من المرض. عندما يفقد شخص قدرته على الانبهار فهذه كارثة. لا تتدخل في حياتهم الخاصة، لا تناغص حياتهم في مكان عملهم. إذا لم تتدخل فلن يقلقوا منك. ولذا فالحكيم يعرف نفسه ولكنه لا يظهر هذا. يحترم نفسه بدون كبرياء، فهو يتخلى عن هذا ويتمسك بذاك. الشجاع المنفعل سيقتل أو يقتل. الشجاع الهادئ الطبع دائما يحافظ على الحياة. من هذين النوعين أيهما أحسن وأيهما مضر؟ البعض ليسوا مفضلين عند الخالق، من يعلم السبب؟ حتى القديس ليس متأكدا من هذا. التاو السماوي لا يسعى ومع ذلك يتغلب، لا يتكلم ومع ذلك مجاب، لا يسأل ومع ذلك يعطي ما يحتاجه. يبدو بدون هدف ومع ذلك فما يهدف إليه دائما يتحقق. شبكة السماء واسعة، ورغم أن فتحتها واسعة لا يفر منها شيء. إذا لم يخاف الرجال من الموت فلا فائدة من تخويفهم بالموت. إذا عاش في خوف دائم من الموت سيصبح هذا أسلوبهم في الحياة. إذا كان خرق القانون يعني أن خرق القانون سيقتل، فمن ذا الذي سيجرؤ على خرق القانون؟ هناك دائما الجلاد الرسمي، أخذ مكانه مثل أخذ مكان نجار محترف. حاول قطع الخشب كما يقطعه، فقط ستؤذي أيديك.
لماذا يعاني أبناء الشعب من الجوع؟ لأن الحكام يأكلون المال المحصل للضرائب، لهذا الناس يتضورون جوعا. لماذا الناس متمردين؟ لأن الحكام يتدخلون بكثرة في حياتهم، لهذا فهم متمردين. لماذا الناس يقللون من فكرة الموت؟ لأن الحكام يفرضون متطلباتهم على الحياة، لهذا يأخذ الناس الموت باستخفاف. إذا لم تجد إلا القليل لتعيش عليه، فهذا يقلل من قيمة الحياة. الرجل يولد لطيف وضعيف، عند وفاته يكون صلبا قاسيا. النباتات الخضراء رقيقة ومليئة بماء الحياة، عند وفاتهم يدبلون ويجفوا. ولذا فالتشبث وعدم المرونة من أعراض الموت. الرقة والمرونة هم وسيلة الحياة، ولذا فالجيش غير المرن لن يكسب أي معركة. الشجرة التي لا تميل مع الريح سهلة الكسر. الصلب والقوي سينهاروا، اللين والضعيف سيتخطوا الصعاب. التاو السماوي مثل القوس المشدود، العالي سينخفض والمنخفض سيعلو. لو أن الرباط طويل فسيصبح قصير، لو لم يكن كافيا سيصبح أطول. التاو السماوي يأخذ من هؤلاء الذين لديهم كثير ويعطي لمن لديه القليل. أسلوب الرجال مختلف، فهو يأخذ من يملك القليل ويعطي من يملك الكثير. أي رجل يملك أكثر من احتياجاته ويعطي للعالم، فقط رجل التاو. ولذلك فالحكيم يعمل بدون انتظار أجر، فالحكيم يحقق ما يجب تحقيقه بدون مجهود فكري، لا يحاول إظهار معرفته. تحت السماء لا يوجد شيء أنعم وأكثر ليونة من الماء، ومع ذلك فمهاجمة الأشياء الصلبة. لا يوجد خير من الماء ولا منافس. الضعيف يمكنه هزيمة القوي، اللين قادر على التغلب على المتحجر. تحت السماء الكل يعلم هذه المعلومة، بالرغم من ذلك لا تمارس. لذلك فالحكيم يقول من يتحمل إهانات الشعب هو الجالس على حكمها. هذا الذي يأخذ على عاتقه مصائب الأمة يستحق الملك. الحقيقة تبدو متناقضة في أكثر الظروف. بعد خلاف شديد بعض الاستياء قد يبقى، ما الذي يمكن فعله؟ ولذلك فالحكيم يبقي على نصيبه من المشكلة، ومع ذلك لا يصر على معاملة الآخرين له بالمثل. الرجل الصالح يؤدي دوره، الرجل غير الصالح يطلب من الآخرين أن يقوموا بواجبه. التاو السماوي محايد، هو يمكث مع الصالحين طول الوقت. الدولة الصغيرة فيها عدد قليل من السكان، بالرغم من وجود الماكينات تعمل عشرات المئات أسرع من الرجال، فلا حاجة لهم. الناس يأخذون الموت بجدية، ولذا لا يسافرون بعيدا، وبالرغم من ملكياتهم لقوارب وعربات فلا أحد يستعملهم، وبالرغم من ملكياتهم لمدرعات وأسلحة فلا يزوروها. الرجال يعودوا إلى إعداد الحبال بدل الكتابة. طعامهم بسيط وحسن، ملابسهم جيدة وبسيطة، بيوتهم آمنة، وهم سعداء لأسلوبهم في الحياة. رغم معيشتهم تحت بصر جيرانهم وصياح ديوهم ونباح كلابهم، فالكل يسمعهم،
ومع ذلك يترك بعضهم البعض في سلام وهم يكبرون في السن ويموتون. الكلمات الصادقة ليست جميلة، الكلمات الجميلة ليست صادقة. الرجال المميزين لا يجادلون، المجادلون ليسوا ممتازين، هؤلاء الذين يعرفوا ليسوا بمتعلمين، المتعلمون لا يعلمون، الحكيم لا يخزن شيء، كلما عمل الآخرين كلما كثرت ثروته، كلما أعطى الآخرين كلما كثر ما يملكه. التاو السماوي حاد لكنه لا يؤذي، التاو للحكيم هو عمل بدون مجهود.